النهارده 21 يناير ومع ذلك لسه الاجواء لطيفه، الجو كويس جدا، بيكون طبعا برد بالليل لكن بالنهار بيكون دافي. الاجواء دي احنا مش متعودين عليها في فصل الشتاء، بس اعتقد ان ده ما بقاش غريب خصوصا في ظل ازمه التغير المناخي اللي بيعاني منها العالم كله واللي بينتج عنها طقس غير مفهوم ومش هو اللي احنا متعودين عليه في فصل الشتاء. عايز اقول لك ان النهارده اليوم العالمي للثلج مثلا، فاليوم العالمي للثلج ده احنا متخيلين الدنيا تكون فيه ثلج، وهو بيبقى وافق يوم الحد الثالث من شهر يناير كل سنه. ده يوم الهدف الاساسي منه ان العائلات في المجتمعات اللي فيها ثلج تقدر تشارك اطفالها وتشارك معاهم تجارب جديده، رياضات شتويه، تزحلق على الجليد. لكن يمكن نقدر نقول ان السنه دي المناطق اللي في اوروبا مثلا المفروض متعودين على الثلج، مستوى تساقط الجليد فيها اقل بكتير عن السنين اللي فاتت، وده تغير كبير في الطقس الشتوي الاوروبي اللي احنا متعودين عليه وعارفينه من مئات السنين، وكنا بناخده كمان في كتب الجغرافيا ونشوفه في افلام الاجنبيه اللي كانت بتبقى موجوده زمان قبل ما نبقى كل الناس بتسافر وتروح وبتيجي طول الوقت. صحيح. فكنا متعودين نشوف ثلج ثلج ثلج، وتخيل اوروبا في الشتاء دي ثلجيه كبيره محاوطه كل اوروبا. صحيح. علماء المناخ بقى والمختصين في هذا المجال بيقولوا انه اللي بيحصل ده مش مفاجاه، بالعكس ده متوقع بسبب التغيرات المناخيه، خصوصا مع استمرار ظاهره اسمها ظاهره النينو، بنتكلم احنا عنها اليومين دول كتير. هذه الظاهره بتتسبب في ارتفاع درجات حراره سطح المياه في شرق ووسط المحيط الهادي، وغالبا ما تؤدي الى درجات حراره اكثر اعتدالا في فصل الشتاء. شوف التلج بقى اللي على الشاشه ده، هو ده التلج اللي احنا متعودين كنا نشوفه، وهو ده اللي مش موجود الفتره دي في مختلف الاماكن اللي موجوده في اوروبا. في كل احوال الشتاء الدافي ده بالنسبه لنا حاجه كويسه، لكن اكيد له تاثيرات سلبيه على حاجات تانية في الزراعه وفي التربه وفي الدوره الطبيعيه للكائنات الحيه. دي ضريبه اعتقد بندفعها كلنا نتيجه لازمه التغيرات المناخيه. على اي حال نتمنى ان الجو يستمر كويس دافي مناسب لينا، وفي نفس الوقت ما يكونش حصل هزات كده مناخيه كبيره زي ما احنا شايفين وتكون بتاثر على حياه الكائنات الاخرى. صباحكم زي الفل ان شاء الله. صباح الخير يا مصر.